السلام عليكم وأهلا بكم. بنكمل مع بعض شرح منهج الصف السادس الابتدائي، المنهج الجديد الترم الثاني 2024، ووصلنا لغاية يونت 11 وحدة 11 من كتاب جيم الأضواء. لسن 2 الدرس الثاني. We use this to pick up the trash، نستخدم هذا لكي نلتقط القمامة. هتلاقوا في صندوق الوصف قائمة تشغيل فيها شرح المنهج بالتفصيل وحل تدريبات كتاب جيم من أول درس لغاية ما وصلنا. ومعانا النهاردة بيج 156. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصلوك كل جديد، ونبدأ مع بعض. Listen, point and say، استمع أشر وقل. من vocabulary كلمات أساسية. nature كاميرا، nature كاميرا، كاميرا الحياة البرية، وهي كاميرا بتصور الحيوانات في بيئتهم الطبيعية. جرابر، جرابر، لاقط أو خطاف، ده اللي هو إيه؟ بيلم القمامة من غير ما نلمسها، في هنا زرار بضغط عليه فبيقفل الصبعين دول أو المقبض. مالتي جريب، مالتي جريب، مالتي جريب، مقبض متعدد الاستخدامات. مالتي جريب ممكن أستخدمه عشان أفتح حاجة مثلا، إزاز أو حاجة. اكسترا فوكابري كلمات اضافيه. جلافز قفازات او جوانتي. جلافز. ستيك عصا. ستيك. سنتر مركز. سنتر. بارت جزء. بارت. كارد بطاقه. كارد. ليمونيد، ليمونيد عصير الليمون. تراش قمامه. تراش. فينجرز اصابع. فينجرز اصابع يد، وممكن تبقى اصابع جهاز مثلا زي السبعين دول. جلاس بوتل زجاجة مصنوعة من الزجاج، زجاجة مصنوعة من الإزاز. جلاس بوتل. وايلد لايف الحياة البرية. وايلد لايف. آب أو اللي هو أبليكيشن تطبيق. فريج تلاجة. فريج. ميتال معدني. ميتال. هاندل يد أو مقبض. هاندل. جارز برطمانات. جارز. فورست غابة. فورست. إكسهيبيشن معرض فني لعرض مجموعة مثلا من اللوحات الفنية. exhibition. conjugation of verbs تصريف الأفعال، زي ما قلنا في regular verbs أفعال منتظمة و irregular verbs أفعال غير منتظمة. المنتظم زي ما خدنا عشان أحوله من present الباست من مضارع لماضي بحط له مقطع ثابت، ممكن يبقى ed أو لو y قبلها حرف ساكن تحول إلى ied، أو لو آخرها e احط دي فقط، او اضاعف الحرف الاخير واحط دي. يبقى الاول اربع افعال هما الحالات كلهم في الافعال الايه المنتظمه. بيك اب، بيكد اب، هنا حطينا ايدي. يلتقط، التقط. كاري، هنا واي قبلها حرف ساكن حولنا الواي لاي اي دي. كاري يعني يحمل، بقت كاري تحملها. كلوز يغلق، هنا الفعل اخره ايه، حطينا دي فقط. دروب يسقط، هنا انتهى الفعل بحرف ساكن اخره حرف متحرك، هضاعف الحرف الاخير واحط ايدي تبقى دروبت. الحالات طبعا لو واي قبل حرف متحرك ما كنتش غيرت حاجه. تيرن تيرند. فيلم ممكن تيجي بمعنى فيلم او بمعنى يصور، لو جت فعل بمعنى يصور الماضي بتاعها فيلمد. بروتكت بروتكتد. كولكت كولكتد. سكويز سكويزد. فولنتير فولنتيرد. انستول انستولد. ريكورد ريكوردد. ريكورد recorded. irregular verbs أفعال غير منتظمة وتحفظ كما هي. wear wore. wear يرتدي، طب wore ارتدى. show يعرض. showed. hold held. send sent. send sent. expressions and phrases. expressions and phrases تعبيرات وعبارات. do a beach clean up يعني يقوم بتنظيف الشاطئ. do a beach clean up. نحفظ العبارات وحروف الجر. do بيجي معاها a beach clean up. at the end في النهاية. it's better than أفضل من. a day center مركز نهاري. aren't strong enough ليسوا أقوياء بما فيه الكفاية. do a wildlife project يعني يقوم بمشروع حياة برية. at night في الليل. at night. We've learned a lot. تعلمنا الكثير. Turn on the radio. يشغل الراديو. عكسها turn off. يطفي. It's great fun. ممتع حقا أو ممتع جدا. At the top. في الأعلى. Volunteer at. يتطوع فيه. All the people. كبار السن أو العواجيز.
take off the tops يعني بيخلع الغطا، take off the tops أو الغطشان، on the ground على الأرض، during the day أثناء النهار، sports center مركز رياضي، pick up the phone يعني يرفع سماعة التليفون، pick up the phone. page 157 صفحة 157. look and read انظر واقرأ. تميمة، أنا جرابر صورة إيه؟ الخطاف. when we do a beach clean up لما بننظف الشاطئ، we wear gloves إحنا بنلبس جواندي، to protect our hands عشان نحمي أيدينا، we carry black bags بنشيل شنط سودة أو كياس سودة، for the trash للقمامة، we collect اللي إحنا بنجمعها، and look وانظر، we use this بنستخدم ده، to pick up the trash عشان نجمع القمامة، it's great fun ممتع، to use الاستخدام، it's a long metal stick عصا معدنية طويلة، with two fingers بصبعين، at the end في النهاية، the fingers open and close يعني الأصابع بتتفتح وتقفل، when you squeeze the handle لما تضغط على المقبض، at the top هنا تضغط هنا تلاقي دول يتفتحوا ويتقفلوا، you open and close the fingers بتفتح وتقفل الفينجرز، ليه؟ to pick up عشان تلتقط the trash القمامة، then drop it in the bag ثم بترميها في الكيس، mom says الأم بتقول it's better than هي أفضل من picking things up with your hands التقاط الأشياء بإيدك طبعا وخاصة القمامة، يبقى تمسكها بحاجة بعيدة عن إيدك. ده ليه ده؟ هنا بتتكلم على مالتي جريب مقبض متعدد الاستخدامات، I volunteer أنا بتطوع، at a day center في إيه؟ في مركز نهاري، for old people لكبار السن، some old people بعض كبار السن can't open glass bottles مش بيقدروا يفتحوا أزايز الإزاز أو زجاجات الإزاز، and jars والبرطمانات، their hands أيديهم aren't strong enough ليست قوية بما فيه الكفاية، so لذلك they use this بيستخدموا ده to take off the tops عشان يشيلوا الغطيان، بيحطوها كده هنا مكان الغطا ويضغطوا ويلفوها كده فتفتح معاهم، this is how you use it دي طريقة ازاي تستخدمه، hold the jar امسك البرطمان with one hand بإيد واحدة، and put this on the top وحط ده فوق على الغطا، hold this part with your other hand وامسكه بإيدك التانية، and then turn it around ولفه، it's really easy to use سهل الاستخدام، I love showing this to the people بحب أوري ده للناس، at the day center في المركز النهاري، يبدأ بيسهل فتح الأزايز، يسهل فتح الأزايز. نيتشر كاميرا، كاميرا الحياة البرية، حمزة نيتشر كاميرا، we're doing a wildlife project احنا بنعمل، doing بتيجي او do a wildlife project مشروع حياة برية، at school في المدرسة، and my teacher ومدرسي installed two of these in the forest ركب اتنين من دي في الغابة، we're using them احنا بنستخدمهم to film wildlife عشان نصور الحياة البرية، he put one on the ground حط واحد على الارض to film animals عشان يصور الحيوانات at night ليلا، عندها الخاصية انها ممكن تصور في الظلام، he put the other او هو حط the other التانية in a tree على شجرة to film birds عشان يصور الطيور during the day اثناء النهار، then we record how many animals ثم عدينا قد ايه عدد الحيوانات and the birds والطيور we see اللي احنا شفناهم and what they're doing بيعملوا ايه، it's so interesting شيق جدا، we've learned a lot تعلمنا الكثير. page 158 صفحة 158 language focus قاعدة listen استمع point أشر and say وقل infinitives of purpose صيغة المصدر للغرض يعني يا مستر عايز أقول مثلا to play لكي ألعب to study لكي أذاكر يبقى دي الفعل في المصدر بلاي يعني بدون اضافات فعل في المصدر ستادي يذاكر بدون اضافات فدي يعتبر صيغه المصدر للغرض بقول لكي العب يبقى وي يوز تو بنستخدم تو بلس ا فيرب ان ذا بيس فورم زائد الفعل في الصيغه الاساسيه تو اكسبلين عشان اشرح واي وي دو سام ثينج ليه بنعمل شيء تو المصدر
He uses his computer. بيستخدم الكمبيوتر ليه؟ To do his homework. عشان يعمل واجبه. We go to the park. بنروح الحديقة. ليه؟ To play football. عشان نلعب كرة قدم. يبقى to والماستر. To والماستر. WH question. We use or we also use to. أيضا بنستخدم to. Plus a verb in the base form. زائد الشكل في الصيغة الأساسية. يعني إيه يا مستر؟ يعني بدون إضافات. To answer question with why. لما يجي لك سؤال بواي لماذا؟ why لماذا تسأل عن السبب؟ ممكن أجاوب بتو طبعا أو ممكن أجاوب بكوز. why do you use a multi grip؟ ليه بتستخدم multi grip؟ to open jars to المصدر عشان أفتح البرطمانات. to open jars. checkpoint. إيمان went to the shopping mall. إيمان راحت لمركز التسوق. to buy clothes لكي تشتري ملابس. they have pencils هم عندهم أقلام. to المصدر to paint the picture عشان يلون الصورة. not did your uncle go to Cairo to لكي visit my grandma عشان أزور جدتي. يبقى to السؤال بواي لماذا. I use a key بستخدم المفتاح. to المصدر يبقى to close the door عشان أقفل الباب. to المصدر. she uses a wildlife camera بستخدم كاميرا طبيعية أو كاميرا تصوير الحياة البرية. to film عشان تصور. to المصدر. أحمد goes to the cinema. أحمد بيذهب للسينما. to watch عشان يشاهد movies أفلام. هنا why لماذا. why do you wear gloves ليه بتلبس الجوانتي وأنا بتشكلين up. to protect my hands عشان أحمي إيديا. they travel to Alexandria هما بيسافروا لإسكندرية. to visit عشان يزوروا their grandparents جدهم وجدتهم. page 159 صفحة 159. listen point and say استمع أشر وقل. من مقابل الكلمات الأساسية game console وحدة الألعاب أو زي الدراع دراع مثلا البلاي ستيشن. بوتون زرار. كنترولر تحكم أو وحدات التحكم. جويستيك عصا التحكم. extra vocabulary كلمات إضافية. part جزء. home buttons زر القائمة الرئيسية. directions اتجاهات. directions. essays مقالات. essays. cool رائع. menu قائمة. قائمة طعام. قائمة في لعبة. information معلومات. handle مقبض. handle handle وحدها يعني يد لكن handle مقبض. character شخصية. شخصية في فيلم أو في مسرحية أو لعبة. action button زر الحركة أو زرار الحركة. internet شبكة الإنترنت. movies أفلام. conjugation of verbs تصريف الأفعال. press pressed. control controlled. happen happened. photocopy photocopied كلها افعال منتظمه بحط لها اي دي او دي او اي دي او اضاعف الحرف الاخير. الشاذة بتتحفظ زي ما هي. expressions and phrases تعبيرات وعبارات. it looks great يبدو رائع. takes you back يعود بك الى. that's right هذا صحيح. watch movies يعني يشاهد الافلام. write essays يعني بيكتب مقالات. photocopy paper يعني بينسخ الورق. go over يمر من أعلى. go over on the internet على النت. what's this part for الجزء ده لإيه. move around يحرك. play games يلعب ألعاب. play games. find information يجد معلومات. find information. do homework يعمل الواجب. do homework. use for يستخدم من أجل. turn on يشغل عكسها turn off. turn on. definitions تعريفات. definitions ايه تعريفات. button زرار. a button is something هو شيء ما. you press انت بتضغط عليه. to make something happen عشان تخلي حاجة بتحصل. joystick عصا التحكم. a joystick is something هي شيء ما. you can move ممكن تحركها. in different directions اتجاهات مختلفة. to control a computer game عشان تتحكم في لعبة كمبيوتر. controller وحدة التحكم. is something هي شيء ما. we use بنستخدمها to play a computer game عشان نلعب لعبة كمبيوتر. يبقى احفظ الكلمة وافهم التعريف. قدرت احفظه قدرت ما قدرتش اعلمه بكلمة او اتنين. اعلمه كلمة ايه او اتنين. page 160 صفحة 160. هنا جيب لي صورة دراع لعبة. هنا بيقول لي ده اسمه بوتون زرار. ده اسمه جويستيك عصا التحكم. وده كنترولر جهاز التحكم. مامو أميرة الأم. هاي أميرة أهلا يا أميرة. is this your new game
كونسول، هل ده الدراع الجديد بتاعك؟ It looks great، يبدو رائع. What's this part 4؟ الجزء ده لإيه؟ أمير قالت that's the controller، ده هو جهاز التحكم. It's what you use to play the game، يبقى الدراع ده اسمه كنترولر، بتستخدمه عشان تلعب ايه؟ اللعبة. Cool، and what does this do؟ وطب رائع، وده بيعمل ايه يا ترى؟ Those are the action buttons، دي أزرار الحركة. You use them، بتستخدمهم to tell your character، عشان تخبر شخصيتك. To run، تجري. Jump، تقفز. Or do other actions، أو تعمل الحركات الأخرى. And what are these parts for؟ طب والأجزاء دي؟ They're the joysticks، عصيان التحكم. They help you، بتساعدك. Move your character around، تحرك شخصيتك. Ok، so the home button takes you back to the menu، زرار الرئيسي أو زر الصفحة الرئيسية بيوصلك لإيه؟ للقائمة. And the buttons، والأزرار. And joysticks، وعصا التحكم. Are for playing the game، للعب اللعبة. That's right، عندك حق. Do you want to play a game with me؟ هل عايزة تلعبي معايا؟ يبقى بتشرح لها كل حاجة وإيه دورها في اللعبة أو في اللعبة. لابتوب، people use this، الناس بيستخدموا ده to play games، عشان يلعبوا ألعاب. or watch movies، أو حتى يتفرجوا على أفلام. you can use it، ممكن تستخدمه to find information، عشان تجد معلومات. on the internet، على النت. you can also write essays، ممكن أيضا تكتب مقالات. and do your homework، وتعمل واجبك. اونت عليه. you can't photocopy paper with it، ما بتقدرش تنسخ ورق بيه، لازم طبعة طبعا. هيدفون، السماعة. that's the part، ده الجزء. that goes over your ears، اللي فوق ودانك. handle، مقبض. this is the handle، it helps you، بيساعدك. control، ان تتحكم. where you want to go، رايح فين. button، زرار. this turns on the radio، بيشغل الراديو. swimming mask، قناع السباحة. you can use this، ممكن تستخدم ده to swim under water، لكي تسبح تحت الماء. to swim under water. page 161، صفحة 161، وتدريبات على lesson 2 على الدرس الثاني. السؤال الأول، listen and circle، استمع وضع دائرة. the correct answer، على الإجابة الصحيحة. from A B C or D، من الأربع اختيارات. هنسمع ونختار. I always like to volunteer، I volunteer at a day center for old people. I show them how to open jars with a multi-grip. I do a beach clean up too. I pick up the trash with a grabber and put the trash in black bags. It's very easy to use. ده السؤال الأول، بسمع واختار. السؤال التاني، هي اختيارات ولكن على كلمات الدرس. We installed two nature cameras، ركبنا كاميرتين لتصوير الحيوانات والطيور في بيئاتهم الطبيعية. in the forest، في الغابة. طبعا الكاميرا بتبقى ليها خواص معينة، ممكن تصور في الضلمة، ألوانها معينة عشان الحيوانات ما يشوفهاش. some old people، بعض كبار السن. use the نقط to open glass، بيستخدموا multi grip، مقبض متعدد الاستخدامات عشان يفتحوا الأزاز. A knot is something، شيء ما. you press، بتضغط عليه. to make something happen، يبقى بوتون زرار. you can move in different directions، ممكن تتحرك في اتجاهات مختلفة. to control a computer game، عشان تتحكم في لعبة الكمبيوتر. with the، طبعا joystick، عصا التحكم. it's easier، من السهل. to use a grabber to، طبعا بنستخدم ايه؟ بنستخدم grabber، ده grabber اللي هو ايه؟ الخطاف. to pick up، لكي نلتقط the trash، القمامة. انا helps you، بيساعدك. control، تتحكم. where you want to go، عايز تروح فين. يبقى بيساعدك تتحكم عايز تروح فين. يبقى انا استك، العصا. طبعا handle، المقبض. لا، ماسك، القناع. لا، كاميرا، الكاميرا. لا، يبقى استك. السؤال التالت، قطع ناقصة كلمات. I am Sarah، أنا اسمي سارة. I live in Alexandria، بعيش في اسكندرية. I do a beach clean up، بعمل تنظيف للشاطئ. With my friends، مع أصدقائي. Every weekend، كل عطلة نهاية الأسبوع. We always wear gloves، دايما بنلبس جوانتي.
to protect our hands عشان نحمي أيدينا. We carry bags بنحمل الكياس. For the trash القمم that we collect اللي بنجمعها. We also use a نقط بنستخدم جرابر خطاف. To pick up the trash لكي نجمع القمامة. The grabber is a long metal stick هي عصا معدنية طويلة. With two fingers فيها صبعين at the end في النهاية. I really enjoy my weekends أنا حقا بتمتع بأجازاتي. Page 162 صفحة 162 We're doing سوف نقوم به. A wild life ممكن نقول we're doing a wild life project مشروع حياة برية at school في المدرسة. زي طبعا احنا ممكن we're doing a wild life project at school بنعمل كده عشان نتأكد ان احنا خدنا كل كلمة في مكانها وما نتلخبطش ونسيب كلمة. زي لكن لو انت متأكد خلاص. زي وير زير زي وير ممكن اقول جلافز افضل. بيلبسوا الجوانتي تو بروتكت عشان يحموا. زير هاندس ايديهم. يبقى زي وير gloves to protect their hands. What do you use this for بتستخدم ده لإيه بمعنى صح. The nature camera records بتسجل animals and birds الحيوانات والطيور. السؤال الخامس صح. They make cupcakes to المصدر to sell عشان يبيعوها في الماركت. What الإجابة تقول طبعا why ليه بتستخدم الجرابر عشان التقط القمامة. She uses a key to بيجوها المصدر to open the door. He went to the shopping mall to buy to بيجوها المصدر to buy a jacket. We volunteer to help old people نتطوع لكي نساعد كبار السن. He bought two tickets to watch to be جوه المصدر. I went to the sports center to play volleyball to be جوه المصدر. لكي why لماذا ليه الأم استخدم الآب التطبيق ليه الأم استخدمت التطبيق to learn لكي تتعلم French مادة اللغة الفرنسية أو اللغة الفرنسية. السؤال السادس punctuate what are these buttons for W capital وده سؤال WH يبقى علامة استفهام. فرح traveled by bus to see her cousins الاف كابيتال ودي الجملة يبقى في النهاية في الأسطوب. السؤال السابع والأخير اكتب 50 كلمة على بيتش كلين اب. بكتب العنوان في نص السطر بين علامات تنظيف بين علامات تنصيص. ده بيتكلم عن تنظيف الشاطئ. هسيب مسافة جايب لي كلمتين زي I volunteer to أنا بتطوع لكي pick up the trash بيلتقط القمامة. بستخدم الكلمات دي في كتابة جمل. ممكن أقول إيه إحنا at school في المدرسة we start إحنا بنبدأ a project مشروع called يسمى community help. ممكن نكتب community هنا ستارت التاني من الأول help. we all كلنا have to choose لازم نختار something شيء ما we can do نقدر نقوم به. to support عشان نساعد مثلا people الناس or things أو الأشياء in
our community في مجتمعنا. يبقى دي الفكرة. ممكن أقول بإيه؟ I volunteer، أنا بتطوع. To help لكي أساعد. Clean في تنظيف، trash القمامة. From the river من النهر. I pick up the trash، أنا بجمع القمامة. So that لكي animals الحيوانات، habitats البيئات، are safer، وهكذا. دي الفكرة. العنوان في نص سطر بين علامات تنصيص، أسيب مسافة الحرف الأول كابيتال في نهاية الجملة فلوس ستوب، تاني سطر من الأول أسيب مسافة من الكلمة والتانية عشان الموضوع يبقى واضح. كده يبقى خلصنا الدرس التاني من يونت 11 الوحدة 11 من كتاب جيم الأضواء. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصلوك كل جديد، ولو في حاجة مش واضحة اكتبوا لنا في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.